أهلا وسهلا بكم طلاب الأعزاء في دروس جديدة من دروس اللغة العربية. في هذا الأسبوع عزيزي الطالب عليك أن تميز بين النكرة والمعرفة، الإثبات والنفي، أيضا تتعرف على أسماء الإشارة. النكرة والمعرفة عزيزي الطالب، المعرفة هي الاسم الذي وضع ليستعمل في الدلالة على شيء معين ومعلوم، وهي 6 أقسام: الضمير أنا وأنت، العلم مثل محمد وفاطمة، اسم الإشارة مثل هذا وهذه، والاسم الموصول مثل الذي والتي، المعرف بأل مثل القلم والحقيبة، والمضاف لمعرفة مثل حقيبة محمد وكتاب النحو. والضمير هو أقوى المعارف، يليه العلم ثم اسم الإشارة ثم الاسم الموصول ثم المعرف بأل، وهكذا حتى يكون المضاف إلى معرفة أقلها تعريفا ودلالة على شيء معين. أنواع المعرفة: صيغة معينة وجدت في اللغة للدلالة على الضمير أو اسم الإشارة والاسم الموصول. ما يتعرف المتكلمون على اختصاصه بالدلالة على شيء معين وهو العلم. ما يتم تعريفه بوسيلة لغوية خاصة حيث إذا زالت هذه الوسيلة يعود نكرة، وهو المعرف بأداة التعريف ال، والمعرف الأضافة إلى معرفة. اسم العلم هو الاسم الذي يعين مسماه تعيينا مطلقا من غير وسيلة، وذلك باتفاق أبناء البيئة اللغوية عليه. والعلم هو ما عين مسماه من غير مقارنة، سواء كان المذكر أم المؤنث، وسواء كان العاقل أو لغير العاقل، وسواء كان علما على شخص أو على بلد. ويدخل في العلم كذلك أسماء الدول وأسماء القبائل وأسماء الأنهار وأسماء البحار والجبال. أيضا الضمائر هو اللفظ الموضوع للكناية عن متكلم أو مخاطب أو غائب نيابة عن الأسماء الظاهرة للاختصار. إذا عزيزي الطالب، المعرفة هو المعرف بأل، هو ما يعين مسماه بواسطة أل، وهو عبارة عن اسم دخلت عليه أل فأفادته تعريف فصار معرفة بعد أن كان نكرة. ويتعرف الاسم إذا دخلت عليه أداة التعريف مثل الكتاب، القلم، الرجل، الشجرة، مثل السيارة أسرع من القطار، إن الإنسان لفي خسر، وحضر الأستاذ. أسلوب النفي عزيزي الطالب في اللغة العربية: هناك أدوات لنفي الأفعال والجمل الفعلية وأدوات لنفي الجمل الإسمية، كذلك هناك أدوات نفي تشرك في نفي الأفعال والأسماء. لم تدخل لم على الفعل المضارع فيصبح مجزوما ويتحول للماضي إضافة لتوقع حدوث الفعل في المستقبل. لما تختص بنفي الفعل المضارع إضافة إلى جزمه وتحويله من الحاضر إلى المستقبل، ويعرب حرف نفي وجزم. لا النافية تختص بنفي الفعل الماضي وتمتاز بكونها غير عاملة، هذا بالإضافة إلى كونها تدخل الفعل المضارع مع عدم تأثير على علاماته. ما تستخدم لنفي كل من الفعل الماضي والمضارع لحد سواء، إضافة لكونها لا تؤثر في حركة الفعل أو إعرابه. إن النافية تكون عاملة تعمل عمل ليس، أو غير عاملة مهملة تؤثر على يليها. أيضا عزيزي الطالب، لن تختص بنفي الفعل المضارع إضافة لنصبه ويطلق عليه حرف نصب ونفي. أيضا غير قد تستخدم غير كأداة للنفي وتدخل على الأسماء والصفات مثل الإيذاء، تصرف غير مقبول. أمثل على النفي عزيزي الطالب: لخير في ولد عاق، لا الجبان لا يقود، ما كانت فاطمة لتكذب، ما خاب من استشار، ما جاء إلا تلميذ. أسماء الإشارة عزيزي الطالب، تعد أسماء الإشارة نوعا من الأسماء المخصصة التي تدل على المعنى المشار له. من الممكن أن يتم الإشارة بهذا الاسم إلى الأشياء المحسوسة، إذ كان الشيء المشار له حاضرا أو معنويا. وقد يختلف استخدام اسم الإشارة باختلاف المشار إليه، سواء كان مفردا مذكرا أو جمعا مذكرا أو مفردا مؤنثا أو جمعا مؤنثا. وفي هذه المقالة سنتطرق عن عدد أسماء الإشارة عزيزي الطالب: هذا، هذه، هذان، هاتان، وهؤلاء. هذا عزيزي الطالب يتم استخدام اسم الإشارة هذا للمفرد المذكر القريب. هذه يستخدم اسم الإشارة هذا للمفرد المؤنث القريب. وأيضا هاتان يتم استخدام هذه الإشارة للدلالة على المثنى والمؤنث القريب. هذان يتم استخدام اسم الإشارة هذان للمثنى المذكر القريب. هؤلاء يتم استعمال اسم الإشارة هؤلاء لكل من الجمع المذكر والجمع المؤنث.
شاكرة لكم أعزائي الطلاب حسن استماعكم وتعاونكم.